أتمنى أن يكون الصوت واضح طبعا. نعم واضح، أسمعك سيدي. طبعا من الطبيعي أن تكون وراء كل الانتخابات تحالف ومفاوضات وزيارات وفود من أربيل إلى بغداد، من بغداد إلى المناطق السنية، ومناطق السنية إلى كما حدثت، لأن العراق تعلم هو عراق أغلبية يعني ما يعني مكونة من مكونات دينية ومكونات قومية، ولهذا التحالف هو أساسي أن يحدث، لأن يعني لا يوجد هناك حزب معين حاصل على 50+1. وتأجيل المصادقة للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية هذا شيء ضروري، هو إعطاء فرصة للإطار التنسيقي لتوحيد الصفوف. ومرة أخرى وأنا أعتقد هناك ضغط كامل خاصة من الأخوة بالإطار التنسيقي لتأجيل هذه لمصادقة الانتخابات، وانا اعتبر هذا الشيء طبيعي، يعني ما اعتبره شيء غلط، لان الموقف الكردي هو موقف واضح من البدايه حتى قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، والزيارات السيد بشار الزيباري على راس كتله كبيره الى الاخوه في التيار الصدري والى الاخوه في الاطار التنسيقي، وايضا الزيارات المتبادله من الاخوه بالاطار التنسيقي والاخوه بالمكون السني الى السيد مسعود البرزاني، هناك تاكيد كامل عن الاكراد، ان الاكراد ينتظرون المكون الشيعي بإبراز اسم واحد. أي التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. لأن هذا هي حصة المكون الشيعي. ولحد الآن طبعا أكثر من مرة وأكثر من مناسبة وبتصريحات رسمية من السيابيين ومن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن الموقف الكردي هو باتجاه واحد من التيار الصدري والإطار التنسيقي. رئيس الوزراء هي من حصة المكون الشيعي، وأنا أعتقد أن الاستبداد السياسي عندما يفك العقدة في المكون الشيعي لا يبقى هناك استبداد سياسي لا بالبيت الكردي ولا بالبيت السني، فالكل مو حتى الأحزاب الموجودة في العراق، حتى الدول الإقليمية، حتى القنصليات، حتى بعض الدول العالمية ينتظرون المكون الشيعي وينتظرون إبراز الاسم رئيس الوزراء اللي هو قائد العام للقوات المسلحة واللي هو جميع الصلاحيات أكثر الصلاحيات هي موجودة لديه. نعم. ومع حلول فك العقدة وإبراز اسم، أنا ما أعتقد بأن الأخوة لا بالإطار التنسيق ولا بالتيار الصدري ما راح ينتظرون لا الإكراد ولا السنة، هم بس يتفقون رأسا راح يعطون موعد الانتخابات ويقولون للأخوة الإكراد يعطون اسم ويقولون للأخوة السنة يعطون اسم، وإن لم يكن هناك أي اسم راح يكون هناك الاختيار من قبل الاخوه الشيعه.